ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عبير يسري، لو دي اول مره تشوفوا قناتي وما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفوني علشان تنضموا لاسره القناه، ودوسوا على علامه الجرس علشان يوصلكم اشعار باي فيديو انا بنزله. وفيديو النهارده هعمل معاكم حامل لمناديل الحمام بطريقه سهله، وزي ما هتشوفوا معايا هيديني شكل شيك جدا. انا هحتاج كرتونتين مدورين، واحده مقاس 12 سنتي وواحده مقاس 11 سنتي، وورقتين فوم بنفس مقاسهم، وهغلف الكرتونتين بالفوم، وهجيب كرتونة مقاسها 35×10 سنتي وهلفها كده على بعض علشان تكون مرنة معايا، وهفتح البرجل على طول الكرتونة، وبنفس الفتحة هقف على طرف الكرتونة وهرسم نص دايرة من الناحيتين، وهقصها بالمقص، وهجيب ورق فوم وهثبتها على الكرتونة وهقص الزيادة. هثبت بقى الكرتونتين المدورين على بعض بالشمع، هحط على الجزء اللي باين منهم شمع، وهثبت عليه الكرتونة اللي عملناها، وهخلي ورق الفوم من جوه، وهيبقى ده شكلها. هجيب بقى عصيان خافض اللسان، وده بيتجاب من الصيدلية او عصيان الايس كريم، هثبته في ظهر الكرتون بالشمع بالشكل ده، وبعدين هقص الزيادة بالمقص. وهجيب ورق كانسون او كرتونة مقاسها 9×15 سنتي وهلفها كده وهقفلها بالشمع، وورق الفوم هلفه عليها، وهثبتها على ورق فوم وهقص الزيادة علشان اقفلها من فوق. وبالشمع هثبتها في النص كده، وهجيب خيط تخين وهقص منه 3 حتت قد بعض، وهعملهم زي الضفيرة علشان يديني سمك، وممكن كمان لو عندي جوبير دانتيل هيدي شكل احلى كمان ليها، بس الخيط المتاح عندي دلوقتي، وهثبته عليها من فوق ومن تحت، وهلفه عليها كمان من بره، وانا عندي وردة هثبته عليها من بره، هيديها برضو شكل حلو، وممكن اخلي الورد لون الفوم، وهيكون ده شكل الحامل وحطيت فيه المناديل واقدر اسحب بسهولة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.